في مقدمة مستقبلي في مطار الملك خالد الدولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، كما كان في استقبال فخامته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. عشاء تكريما لفخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوفد المرافق له. يوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية.